حال الطقس. كوكو سي سوريز وهذه حالة طقس على EFM. عسلمة عسلمة ومرحبا بكم. هذا حالة طقس على EFM لنهار 3-24 ديسمبر. في تونس الكبرى شميسة زرقاء وسماء زرقاء تهبل 16 درجة الحرارة وريح ضعيفونة. في الليل توالي 12 درجة تمبيراتور، السماء تقعد صافية وتتحرك شوية النسمة. منزل جميل ولاية بن زرق. ضيفونا صحب عابرة مع شميسة هايلة 16 درجة الحرارة وريح من ضيفة تمشي وتولي معتدلة. في الليل الصحاب يمشي على روحه وتقعد السماء صافية الحرارة 13 درجة وريح معتدلة. السمعة ولاية نابل شميسة زرقاء يجي شوية صحابي حوس ويمشي على روحه 16 درجة الحرارة وريح ضعيفة. في الليل السماء صافية 13 درجة تمبيراتور وريح مودغي. نفطة ولاية توزر الطقس حلو شميسة تهبل نهار كامل 19 درجة الحرارة وريح ضعيفة. في الليل تقعد السماء صافية نجم تكون سهرية على بيل اتوال أما الدنيا باردة 14 درجة الحرارة دونك لفوا على رواحكم كين خارجين. نفطة قبل كانت مدينة نوميدية وبعد وليت رومانية وبعد عربية وليت وقتها المركز متاع مجموعة القادرية الصوفيين انتوى فيها زاوية سيدي بوعلي السني اللي في القرن 13 حرر المدينة من الأباضيين وردهم سنة. ونفطة يسميوها الكوفة الصغرى على خاطر مشهورة بالعلم. نمشي وتوى للكوكو دي جور ونسلموا برشا على الناس اللي يسمعوا فينا من لندرا عندهم الدنيا باردة غلاس فما شويتونا شمس وطريفونا صحاب أما الحرارة ما تفوتش 9 درجات في النهار و7 درجات في الليل والريح قوية قوية قوية. نرجعوا تاو لتونس ونفكركم اللي في تونس شميسة زرقاء تهبل 16 درجة الحرارة في النهار وريح ضعيفة. في الليل 12 درجة الحرارة اسمي صافية وتتحرك شوية نسمة. كان هذا حال الطقس على EFM. باي باي.